معتزينه لاعب تقيل ولاعب متأسس، رياضي ابن رياضي، أبوه كابتن إينو، غني عن التعريف. فمعتز إينو كان لعيب، لعيب كويس أوي 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 أوي. كابتن معتز لعيب مهاري جدا، وإحنا بنتعلم منه تمام، ومهارات ورياضة ورشاقة، ولعيب بنفتخر بيه وبنفتخر بالنادي الأهلي طبعا. كابتن معتز إينو لعيب كبير طبعا، الناس كلها عارفاه، لعيب مهم في وقته، وكان خط وسط عالمي يعني. طبعا هو من افضل اللعيبه اللي دخلت النادي الاهلي، وحد ليه كل التقدير والاحترام، وكورته كانت جميله جدا طبعا. معتز زينو كان نجم خط وسط النادي الاهلي طبعا، وكان شويط يعني، ليه جوان كتير قوي 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 قوي. هو من احسن اللعيبه اللي جم النادي الاهلي، في قبل منه لعيبه كتير، بس هو في الوقت الحالي اللي انا فيه صراحه عمل حاجات جميله قوي. العرضيه بالفعل لاحمد حسن، الله على التسليحه، ايلو ممكن يسدد، ايلو كابتن معتز إينو من الناس من على خلق، وايام ما كان في الملاعب وايام ما طلع واعتزل، ويكفي ان هو بيحب الاهلي. من احرف الناس اللي لعبت في النادي الاهلي، وكمان هو مركزه في الخط النص ما شاء الله عليه، واجوانه اللي بتيجي من نص الملعب ومن الملعب عن بعد، دي حاجه برده مكسب كبير للنادي الاهلي. لعيب كبير جدا، واخد بطولات كتيره مع النادي الاهلي، وكل جمهور الاهلي بيحبه جدا، احنا كمان بنحبه جدا. من اللعيبه الحريفه اللي كان لها دور في النادي الاهلي في حصد البطولات بتاعه النادي الاهلي. هو بجد حاجه كويسه قوي، كان بيلعب كويس قوي، وكان من الحاجات اللي محترمه قوي في النادي الاهلي. اخلاقه كانت الناس كلها بتشهد بيها يعني. من الناس اللي قدمت حاجات كتير قوي للنادي الاهلي، وكفايه قوي الجون اللي جابه في نادي الزمالك في الماتش بتاعنا الشهير معاهم. ده مدفعك النادي الاهلي طبعا، اكيد طبعا، ده ما فيش اختلاف عليه. ده كان احسن خط نص جه يعتبر الاهلي طبعا بعد ناس كتير، بس في جيله. زي ما كنا بنقول قبل الفاصل، ان بالرغم من اعتزال كابتن معتز إينو بدري عن النادي الاهلي، الا انه لسه يعني في قلب الاهلاويه او في قلب جمهور الاهلي لسه يعني حب للكابتن معتز إينو، يعني لسه الجماهير بص فاكره لك يعني حاجات بالتفاصيل بتتكلم عنها. اصل انا لسه مبطل يعني بقى لي سنتين بس ونص، انت بس انا بتربطني حاجه يعني مع جمهور النادي الاهلي حاجه كبيره جدا يعني. حتى من وانا بلعب يا كابتن كان عمري الحمد لله ما عملت مشكله، عمري ما اتخانقت مع حد، عمري ما طلعت لفظ، فالناس كلها ده لعيب يعني مش مشاكس، فبيحبوني وبحبهم وبقابلهم في الشارع، فتربطني بيهم علاقه كبيره جدا يعني. واي حد يتمنى اللي هو ينتمي لجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ده يعني جمهور عظيم، وفي ميزه اللي هو بيقف جنب اللعيبه يعني لغايه لو الماتش 120 دقيقه بيقف معاهم لغايه ال 120 دقيقه، فدايما بيدونا يعني بيدونا دافع، وبيدوا دايما اللعيبه دافع في كل البطولات. ولما كنا بنسافر بره حضرتك عارف بتلاقيهم ورانا في كل حته، فيعني ما بيبخلوش علينا لا بتشجيع ولا بيبقوا تعبانين جدا. وكنا بنشوفهم في المطار، كنا يعني احنا بنعدي مثلا من مكان وهم بنشوفهم كانوا تلاقيهم يعني مستنيين وبيقطعوا سفر طويل جدا عشان يشجعونا بره مصر. فلا جمهور النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، ويعني وانا زعلان طبعا، بس دي يعني احداث بلد وكده، اللي هو ما فيش جمهور دلوقتي في المباريات، لكن اللي لعب في وسط جمهور النادي الاهلي لا حاجه في الاستاد كمان جميله جدا، غير الناس يعني اللي بتتفرج في التلفزيون. لا في الملعب كمان بيديك روح يعني جامده جدا، بيخليك حتى لو انت تعبان او مش قادر ما تحسش بده، تدوس على نفسك وبجري وبتعب عشان الناس دي، ما ينفعش اللي هي تروح زعلانه. فبشكرهم طبعا على الكلام اللي قالوه في التقرير، وهفضل طول عمري بكن لهم كل احترام جمهور النادي الاهلي، وانا بحبهم جدا طبعا يعني. وانا حتى دلوقتي في النادي بخدم النادي الاهلي وبشتغل في النادي الاهلي عشان خاطر الكيان الكبير، وعشان خاطر طبعا جمهور النادي الاهلي. لا ان شاء الله تعمل حاجه كويسه يا معتز، لكن من خلال التقرير انت لاعب وسط ملعب، ما جربتش في خلال مشوارك الطويل دوت حتى اديني فرصه بس اكمل عشان الناس دي ما قول لي لعبت فين؟ لعبت مركز ايه؟ سيرد باك. انا لعبت كابتن فاروق جعفر وانا في الزمالك، لعبني في ماتش القمه مع الاهلي بتاع السوبر، كسبنا اتغلبنا 2-0 لبركات جاب الجونين. بدات سردباك. كنت بلعب على عماد متعب، وابراهيم سعيد جنبي، كنا بنلعب 2 سردباكات، وابراهيم ماسك ابو تريكه
يمكن انا لما رحت النادي الاهلي عماد متعب قال لي للماتش ده هو اللي جابك النادي الاهلي، بيهزر معايا، عملت احسن ماتش في حياتي فعلا وانا مساك. طب انت ما استغربتش ان الكابتن فاروق فجأة ولعبت شويه في الناشئين برضو مساك؟ يعني لا يعني كان عندك خبرات في الجزئيه دي. فهو لما كان في ساعتها عندنا نقص ورا، كان في كابتن مشير التبعي تقريبا كان مصاب، وكابتن وائل قباني مش يعني تقريبا برضو كان في حاجه جاهز. فكان في نقص في الحته دي، فكابتن فاروق جعفر ساعتها وكابتن جمال عبد الحميد كانوا ماسكني و كلفوني بلعب على عماد متعب. وعملت ساعتها ماتش جامد جدا، خسرنا بس عملت يعني مستوى كويس في المباراه، وعماد متعب ساعتها حتى كمان اتغير، يعني كنت انا بلعب عليه جامد بقى ساعتها، مع اننا كنا اصحاب في المنتخب الشباب كمان بس في الكوره ما لا طبعا في الملعب حاجه تانية. اتغير بقى لما انا رحت الاهلي بقى، قال لي ده الماتش ده هو اللي جابك النادي الاهلي عليا من كتر ما انا كنت ماسك. انت مين اللي ليه الفضل عليك بعد ربنا وبعد والدك الله يرحمه طبعا، بس مين من الاسماء الكبيره في النادي الاهلي اللي ليهم فضل على كابتن معتز في النادي الاهلي ولا عامه؟ لا في النادي الاهلي اكيد طبعا، انا اتمرنت تحت غير جوزيه كمان. طب ما هو كده في مين تاني؟ مين تاني قول انت. هو كان عشان لما جيت طبعا النادي الاهلي كان مستر مانويل جوزيه وكابتن حسام بدري وكابتن علاء ميهوب، بعد كده اتمرنت مع كابتن محمد يوسف، كابتن فتحي مبروك طلع فتره من فترات من الشخصيات المحترمه جدا، يعني دول اللي انا اتمرنت معاهم في النادي الاهلي. لكن كمان المهم ان الواحد لما بيبص كده، المهم كمان اللي وقفوا معاك قبل ما تبقى لعيب كبير وقبل ما تبقى موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي، مين شايف ان هو ده المدرب اللي اكتشف يعني او اللي هو اللي اكتشفني واللي حطني على الطريق وعرف الناس بيا؟ مستر فنجاده برتغالي، ده كنت انا لسه طالع من الناشئين في نادي الزمالك ورحنا معسكر البرتغال، وكان ساعتها اللعيبه الدوليه كلها في المنتخب. كابتن حازم بقى وكابتن عبد الحليم والناس الكبيره دي كلها وكابتن طارق سعيد، فاحنا كنا رايحين شباب صغيرين يعني كماله عدد زي ما بيقولوا في البعثه، فانا رايح ناشئ وكان معايا عامر صبري وكم واحد يعني من اللعيبه الصغيرين، فاحنا رايحين فالخواجه طبعا ما يعرفش بقى ده مين وده مين، راجل لسه جاي جديد فحضرتك عارف طبعا الاجانب ما يعرفش ده مين، فلقاني اللي انا ولد صغير بيجري وبيتحرك من خلال التدريب، فبيسال قالوا له كان ساعتها كابتن محمود الخواجه وكابتن هشام يا كان مساعدين فقالوا له فبيقول لهم مين ده؟ فقالوا له ده ولد صغير لسه اول مره يطلع اول مره يسافر، قال لهم يعني ده من الناشئين؟ قالوا له من الناشئين. الراجل عشان انا مستوايا كان لفت انتباهه يعني ابتدى يركز معايا بقى، فلقيته بيحطني دايما يعني في التشكيل وبيحطني دايما في التدريبات ويحطني في التكتيك، يجيبني يحطني مع اللعيبه الكبار. ده اثناء المعسكر؟ اثناء المعسكر كل ده احنا في البرتغال. في البرتغال اثناء معسكر. اول مباراه وديه هناك يعني الاستعداد بتاعنا مع بنفيكا، بس كانوا بيلعبونا بالسكند تيم. فكان ساعتها اللعيبه الدوليه بقى كلهم راجعين، فكانوا لسه مراكين فما اداهمش المباراه من الاول، فلعب الناس المحليه اللي هي كانت اصلا معانا في المعسكر الشوط الاول وانا لعبت معاهم، فظهرت بمستوى كويس، فاللعيبه الكبار بقى النجوم كلهم هينزلوا الشوط الثاني، طلع كل الناس بتوع الشوط الاول وخلاني انا بس انت الوحيد اللي عايز بقى يشوفني مع اللعيبه بقى بتاعه المنتخب الكبار بقى كلهم، كابتن عبد الواحد السيد بقى وكل الناس النجوم، فحطني برضو معاهم عادة اكتشاف يعني. فهو عايز يعني يشوف ده يشوف عنده رهبة وسط الناس دي كبيره ولا لا، هيسد في وسط النجوم الكبار دول. فحطني جنب الكابتن تامر عبد الحميد، فعايز بقى يشوفني هل بقى ده مستواه هيبقى ولا هيخاف ولا الرهبه موجوده ولا مش موجوده، الشخصيه موجوده الشخصية ولا لا. خدت احسن لعيب في المباراه ما شاء الله، يعني خدت مع احترامي لكل الناس خدت انا احسن لعيب في المباراه، ادوني هديه كده ساعتها. فمن ساعتها بقى ابتدت بقى ساعتها الصحف والجرايد تكتب في مفاجاه كنا نازلين على مباراه الاهلي السوبر، فابتدى بقى الصحف هنا في مصر، كنت انا بقى بكلم بقى ابويا بقى في تليفونه وبيطمن، فبيقولوا لي بقى شد حيلك ده هنا الصحافه كلها بتتكلم اللي فيه مفاجاه لمباراه القمه وفنجاده بيحضر مفاجاه وناشئ جديد وطالع، الكلام بقى اللي بيتكتب ده. فابتديت بقى اشتغل على نفسي ولقيته حطتني اول ما رجعنا حطتني في المباراه دي بتاعت الاهلي، دي كانت بدايه يعني الناس تعرف مين معتز يعني ولد صغير لسه فنجادة طالع. يعتبر هو اللي اكتشفني يعني هو اللي طلعني هو اللي حطني على الطريق. والسنه دي لعبتها كلها وخدنا ساعتها فيها الدوري 2002
ودي كانت بدايتي بقى من هنا. فضلت بقى خلاص في الفريق الاول على طول. كلمه اخيره تحب توجهها في البيت الكبير كابتن معتز، تحب تقول ايه للجمهور للبيت الكبير اللي جاي على بالك يعني ما تفكرش فيه؟ لا انا في البدايه طبعا انا سعيد جدا ان انا موجود بالحوار الشيق ده، وسعيد ان انا موجود مع حضرتك وكابتن مصر طبعا. حبيب شرف ليا، واي حد اللي هو يقعد مع كابتن مصر ده حاجه. كنت بتفرج على كابتن هاني من وانا صغير، كان نفسي ابقى اوصل للنجوميه بتاعت كابتن هاني طبعا. فشرف ليا ان انا موجود معاكم وفي قناه النادي الاهلي، وبتمنى ان انا اكون ضيف خفيف عليكم وعلى الناس. بشكر جمهور النادي الاهلي كله اللي دايما بيشوفوني في الشارع يعني بيساندوني وبيحبوني، وبشكر كل القائمين طبعا على العمل. بشكر كل الناس اللي ساندتني على مدار حياتي. بشكر والدي الله يرحمه، تعب معايا كتير. والدتي ربنا يديها الصحه، بتتفرج عليا دلوقتي، ربنا يديها الصحه طبعا، بتدعي لي كتير. بشكر طبعا عيلتي وزوجتي. ولادك ما بيتفرجوش برضه؟ بيتفرجوا. ما بتتفرجش؟ بس هتلاقي محمد بيلعب ببجي دلوقتي، بيحب البابجي. ما بيشوفش باباه. لا بس اكيد بيتفرج طبعا. عندي محمد وعندي كارما وعندي سيف، ما شاء الله عندي ثلاثه في الحمد لله. في حد برضه عنده مواهب كرويه حتى كارما؟ سيف الصغير لا كارما بتلعب سباحه ومحمد بيلعب سباحه، بس سيف بقى ان شاء الله. في بنات دلوقتي طالعين ما شاء الله بيحبوا كره القدم. وفي سيف كام سنه؟ خمس سنين. ده بقى الصغير خالص، ده بقى يعني ممكن يخش بقى ده بقى يعني ده الناس اللي يعني ده يعني الناس هي اللي بتتنبأ له دايما، الصغير هو اللي. وبابا مش بيتنبأ له يعني؟ الناس بتتنبأ له والده ايه؟ احنا عايزين بس يعني ايه يبقى العيله ماشيه زي ما هي. كان اينو الكبير وبعدين اينو الوسط وبعدين وسيف اينو. وسيف اينو بقى وسيف اينو ان شاء الله. فبشكركم طبعا. ميرسي. بشكركم طبعا، وكل سنه وانتم طيبين، وبتمنى لكم دايما التوفيق. وما شاء الله على المجهود الكبير اللي في القناه والتغيير اللي في القناه، بتمنى لكم كل التوفيق. احنا بنشكرك، انت نورتنا النهارده كابتن معتز. ميرسي يا كابتن، وان شاء الله بالتوفيق ليك كده في قطاع الناشئين، ونشوف برده مدرب واعد باذن الله. ان شاء الله. بعد الفاصل البيت الكبير ومع نجم جديد. اتفضل.